السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم تجربتي مع هذا المستحضر ماجي، ويشبه الفازلين أو هو فازلين. أسرح به شعر بنات صغار، هو ثقيل جدا، لا يصلح للكبار أبدا، فقط لأنه رخيص الثمن وعملي للمدرسة. ها هو هذا الذي طبقت فيه ماجي، وهذا الذي لم أطبق فيه ماجي. هو كحل بديل فقط، مثلا كنت ليس لديك ميزانية كبيرة، لا تشتري سيرومات غالية، فقط هذا ومثل الفازلين كما قلت. ورائحته جميلة، منه الأبيض والأصفر. الأبيض عديم الرائحة مثل الفازلين، حتى ملمسه كما قلت فازلين، ربما هو فازلين. نعم، هو من مختبرات ماجي، وكما قلت لا يطبق للكبار لأنه ثقيل جدا ويوحي بأن الشعر غير مغسول، كما قلت كبديل للأطفال الصغار فقط. شكرا على المتابعة.